نفس الناس الجديد اللي كاين في هاد لا سيزون ان شاء الله. اننا غادي ناخذ لكم واحد المجموعه ديال الشباب كوميديين اللي يستحقوا التشجيع ويستحقوا انكم تهزوا بهم. غادي نبداو اليوم بواحد الدري جبتوا لكم من السباته، ولد السباته، الزين والتباته، ولكن يحامي ثلاثه، رشيد رفيق. شجعوا رشيد. صباح فخري كيبغي يسالي شي ديسك تيقول لك وين طمني كتمشي مطمئنت ومالي الدار. حنا ديما الديسك الشعبي عندنا كيسالي العزيز على مويمت وامرو ما يتخلى. علاش العزيز على با يمشي للحبس؟ اخوان النصيحه اللي ننصحكم تجوجوا ولا فوجوا ولا عوجوا. الا بغيتوا تجوجوا خذوا مرا تكون واقفه مقدره قباري تسلخ معاك الدراري، تسلخ معاك الجيران، تعلق معاك الحولي. حيت هو راه ما كاينش الفرق بين المرء والمرأة إلا التاء المربوطات. كاين الغرام وكاين الغرامة. كاين الشرط وكاين الشرطة. الشرط كنلبسوه الشرطة تتلبسنا. وكاين الفاكتور وكاين الفاكتورة. الفاكتور هو اللي تيجيب لنا الفاكتورة. ولكن تخيلوا معايا غتولي فاكتورة. دريه زوينه كتجي وكتجبد لك الجوا وكتبدا تغني لك جبت لك بريا حبيبي وما جاوبتي عوجوك عليا يا الدار مراك عوجبت لك بريا حبيبي وما جاوبتي عوجوك عليا هيا الغدار راك غدرت يا سلام تبقى ديما تسنى يجوك البراوات والديكلاراسيون واجو. تخيلوا معايا مثلا مولدو ما يبقاش تولي دريه بنت عائله هي اللي كتجي تخلص في الفاكتوره ديال الضو كتجي كتجبد لك الورقه كتقول لها صافي اختي جبتوا لي 600 درهم رخيصه صافا انتي مرتاحه بخير كلشي مزيان والله الا نهار كبير هذا بالله امتى تعاودوا ترجعوا عندنا اخوك راه كيدوش ثلاثه المرات في النهار كنستاهل كل ما وضو ولكن باش نكونوا واضحين علاش اللي ما نشدوا شي مهنه ديال النساء ونعطيوها للرجال مثلا نقافه نديرو نقاف تخيلوا معايا نقاف شاد الروس راه مرونه الله يتا مرونه بالله يقولوا شي واحد شاد هذا ولكن انا شخصيا تنطالب مول الزريعه يحيدوا ويديروا يدريه كتفهم شويه في الطب كتبيع الزريعه لانفيرميير جويوز انيفيرسير كتجي عندك كتقول لها عطيني جوج درهم الزريعه كتقول لك لا حبيبه بزاف عليك غيضرك خذ اللوزيدوس كل تمر بوجهك حمر والقرقاع تنكونوا كاع ميرسي